العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس الرابع في شرح رسالة التوحيد للعارف بالله الشيخ أرسلان الدمشقي قدس الله سره. يقول قدس الله سره ورحمه الله ونفعنا الله بعلومه بالدارين آمين: أول المقامات الصبر على مراده. يبقى أول مقام الصبر قبل الرضا على الله. لابد الأول تصبر ثم تنتقل من الصبر إلى الرضا، لكن لابد أن تصبر أولا ثم ترضى ثانيا، لأن الصبر يكون على غير المرغوب حتى توطن نفسك أن يكون رغبتك هي مراده فترضى. يبقى الأول الإنسان يواجه الأقدار، يختار منها ما يحب ويكره منها ما يكره. فإذا واجهته الأقدار بما يكره، ماذا يفعل عليه؟ بالصبر. والصبر سكون مش حركة، الصبر سكون، سكون القلب تحت إيه؟ تحت عجلة الأقدار. يسكن، يهمد، ما يشتكيش، ما يفرقش. صبر جميل يعني، لأن اللي صابر صبر غير جميل تلاقيه قاعد بيفرق، مش مستحمل، يتوجع ويشتكي للخلق ويشتكي الحق للحق. عملت لك إيه عشان تعمل فيا كده؟ مش في ناس بتقول كده الرب؟ ده كده ما ينفعش. وين؟ يبقى أول مقامات للوصول إلى الله أنك تنتقل إلى حال الصبر الجميل على المكاره. والصبر الجميل على المكاره ينقلك مباشرة إلى الرضا بقضائه بعد ذلك. يبقى أول مقامات الصبر على مراده، ومراده قد يكون شرع بأوامر تفعلها ونواهي تنتهي عنها، وقد يكون أقدار قدرها عليك، فقدر عليك مثلا فقر أو غنى، قدر عليك مرض أو عافية، قدر عليك مصيبة أو رفع مصيبة، قدر عليك ما شاء أن يقدره من نواحي الأقدار. يبقى إيه مراد الله؟ قد يكون مراد شرعي وقد يكون مراد كوني. فإن كان مرادا شرعيا فعليك أن تلتزم بطاعة الله كويس، وتصبر على طاعة الله. أمرك أن تقيم الصلاة في أوقاتها، عليك أن تصبر على ذلك وتواظب، مش تصلي يوم وتبطل عشرة، ما ينفعش. تصبر على الطاعة لأن ده مراد الله بالشرع. ولما يكون قضاؤه كوني، مراده كوني، أن يجعلك كائنا على هذه الحالة، أي معنى المراد الكوني اللي قدر الله حلوه وشره، واخد بالك، خيره وشره، حلوه ومره، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يبقى القدر ده إيه؟ مراد كوني، أنا ما بختاروش، ده ربنا بيختارني لي. يبقى أنا مع مراده الشرعي الصبر فيه حركة، أقوم على طول أجاهد وأصلي وأصوم وأصدق في القول وأسعى لطلب الرزق الحلال. يبقى الصبر على مراده الشرعي حركة، والصبر على مراده الكوني سكون. فهمت بقى؟ لابد كده، لابد تعبدك بالحركة والسكون. شفت معنى الآية: وله ما سكن في الليل والنهار؟ فهمت ازاي؟ يعني لابد أن تسكن لأقدار الله. أول مقامات الصبر على مراده، وأوسطها بعد كده بقى انتقلت ترقيت شوية، فاعتدت الصبر على مراد الله، فتحولت إلى راضي بقضاء الله وراضي بأمر الله وتكليف الله، فبقيت تعمل الطاعة عن رضا مش عن مجاهدة كتير. خلاص بقيت مواظب على الصلاة، صارت عندك إيه؟ سجية. العبادة بدأت صارت عندك السجية، وأصبح الرضا بقضاء الله على ما أقام قضاء فيه. خلاص بقيت رضيت كده واستقر قلبك، بحيث أنك أنت رضيت بالموجود ولم تطلب المفقود. يبقى انتقلت إلى الرضا بمراده. آخرها بقى أن تكون بمراده،
محبا لمراده قبل أن تعرف مراده لآخرة. يبقى تبتدي صابر وتتوسط راضي وتنتهي محب، اللي هو المصريين بيعبروا عنها بلغة المصريين اللطيفة، يقول لك ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، تتلذذ بمواقع الأقدار لأنها من الله حبيبك. فهمت إزاي؟ اللي هو المصريين عبروا عنها لك ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، يعني لما ربك يبقى حبيبك تبقى أقداره بالنسبة لك محبوب، فصرت بعد ذلك به لا بنفسك، لأن أنت الأول كنت صابر لأنك بنفسك بتختار ده عاجبني وده مش عاجبني، فطالما بختار او مقاومه زي النفس بالصبر يبقى لسه ليك نفس. بعد كده نفسك لما لقيتك اهملتها وقاومتها هديت وهمدت كويس، فصرت راضيا على ما اقامك الله فيه. ثم بعد ذلك ماتت النفس فلا تنازعك في شيء، فصرت به لا بنفسك. فهمت بقى المعنى؟ يبقى أول المقامات الصبر على مراده، وأوسطها الرضا بمراده، وآخرها أن تكون بمراده. العلم طريق العمل، لا شك إن لابد أن تتعلم الأول علشان يتفتح لك طريق العمل، لأن العمل بلا علم قد يكون باطل، فيبقى العلم طريق العمل. فهمت بقى إزاي؟ لابد أن تتعلم لتعمل، والعمل طريق العلم. يبقى في علم علمان، علم مكتسب وعلم ايه لدني يسموه ايه وهبي. يبقى في علم كسبي في علم ايه وهبي. العلم الكسبي يتعلم يحصل يدلك على العمل، فان عملت بما علمت اورثك الله علم ما لم تعلم، يوم يديلك بعد كده العلم الوهبي. يبقى العلم طريق العمل والعمل طريق العلم. العلم اللي في الآخر ده غير العلم الأولاني، خد بالك. العلم الأول اللي هو العلم طريق العمل الأولاني ده العلم المكتسب. المكتسب يعني إيه؟ يعني الذي تسعى وتتعلمه من العالم بالمنهج والكتاب الموافق للقرآن والسنة والأدلة الشرعية، فلما تعمل بمقتضى هذا ربنا يورثك علم آخر وهو علم وهبي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وربنا بيقول في القرآن واتقوا الله ويعلمكم الله. شفت انت الأول بيعلمك مين؟ الشيخ المربي الأستاذ، مش كده برضو؟ فتعمل بمقتضى هذا العلم اللي خدته بالأستاذ ومن الشيخ، يقوم ربنا سبحانه وتعالى بمقتضى هذه التقوى يثمر في قلبك علم آخر. واتقوا الله ويعلمكم الله، ادي معنى كلام الشيخ. فالشيخ بيقول لك ايه؟ العلم طريق العمل والعمل طريق العلم والعلم طريق المعرفه. ايه الفرق بين العلم والمعرفه؟ الصوفيه بيميزوا بين العلم والمعرفه. العلم ما افتقر لدليل، والمعرفه ما استغنت عن الدليل. يبقى المعرفه أقوى من العلم لأن العلم مفتقر والمعرفة مش مفتقرة، فالمعرفة تبقى من الله والعلم يبقى بالدليل. فإذا جاءك علم من الله لا يفتقر لدليل، أصبح علم كده ضروري في قلبك، ده اسمه معرفة. لكن العلم الذي يفتقر لدليل هو ده اسمه إيه؟ العلم. فبيقول لك والعلم طريق المعرفة، لابد أن تبدأ الأول بالأدلة وتعبد الله على مقتضى هذه الأدلة، فتثمر في قلبك تجليات المعارف، فيصير بعد ذلك عندك ما دلك عليه الدليل لا يفتقد لدليل، استغنى عن الدليل خلاص، أصبح مشاهد. فهمت بقى إزاي؟ عشان كده قال لك والعلم طريق المعرفة، والمعرفة بقى بداية المشاهد. لما يصير الله سبحانه وتعالى في قلبك ضروري الوجود لا يحتاج لدليل، زي ما سيدنا علي قال عرفت الله عرفت ربي بربي، و
ولولا ربي ما عرفت ربي. والأعرابي قال إيه؟ البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفلا يدل ذلك على ذات العلم الخبير؟ يبقى واحد مشي مع الدليل وصله إلى الله، والتاني مشي مع الله وصله إلى الله. فهمت بقى إزاي؟ ده مقام وده مقام. علشان كده قال لك المعرفة ده طريق الكشف، والكشف أعلى من المعرفة. يبقى أنت الأول تتعلم فتعرف فتنجلي لك الحقائق وتنكشف. والكشف طريق الفناء، لأنك أنت لو انجلت لك الحقائق ما وجدت في الكون إلا الله، ففنيت عما سوى الله. فهمت ازاي؟ الكشف هيقول لك كده، الكشف هيقول ليس مع الله شيء، كل شيء بالله، فأينما تولوا فثم وجه الله، فلا أكوان موجودة بالحقيقة بذاتها، بل الكل موجود به. فانتقل من إيه؟ من حال المعرفة، لأن المعرفة تحتاج إيه؟ عارف وإيه؟ ومعرف، لسه ليك وجود، ما هي قايمة على حاجتين. إنما الكشف تفنى عن الموجود، فترى الله بالله، ترى الله بالله، لأن الله لا يرى بالكون، عينك من الكون وقلبك من الكون، فلا ترى الله بالكون أبدا، لابد أن تنكشف عنك كل شيء فتفنى عن كل شيء، فترى الله بالله، ترى الباقي بالباقي، فإنما تولوا فثم وجه الله، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب وهو معكم أينما كنتم. وسيدنا رسول الله في الحديث اللي رواه الإمام ابن ماجه كان في الدعاء بتاع النبي يقول إيه؟ اللهم أنا بك وإليك. شوف أنا بك وإليك، شوف النبي بيقول بك. فإذا كنت به خلاص كان سمعك وبصرك. فالكشف طريق إيه؟ طريق الفناء، والفناء يعرفك وحدة الوجود عند الصوفية اللي هو الناس ما فهموهاش، أن الموجود واحد والتجليات متعددة، تتعدد التجليات في المتجلي واحد ولكن في صور متعددة، فالمتجلي واحد والتجلي هو المتعدد، فلا أنصرف بالتجليات عن المتجلي ولا أنشغل بالتجليات عن المتجلي، فأعلم أن مهما تعددت صور التجليات فالمتجلي واحد والموجود واحد، فانكشف لي كل شيء فعرفت أني به لا بنفسي، اللي هي في الآخر لا حول ولا قوة إلا بالله. فهمت بقى المعنى؟ ما صلحت لنا وفيك بقية لسوانا، كأن ربنا بيخاطبه، اسمها المخاطبات عند إيه؟ عند أهل التصوف، اسمها المخاطبات، يأتي خطاب في نفسه الله يخاطبه به، ما هو أقرب إليك منك، ما هو أقرب إليك من حبل الوريد، يوم يخاطبك من جواك، ربك يخاطبك من جواك، اسمها المخاطبات والمواقف، اللي هو تكلم عنها إيه؟ الإمام النفري في كتاب المخاطبات والمواقف، قال له أوقفني وخاطبني، أوقفني وخاطبني، أوقفني وخاطبني، يعني في طريقه إلى الله كان يجي له هواتف ربانية داخل نفسه تخاطبه تدله على الطريق. فهمت إزاي؟ زي أبو اليزيد البسطامي لما خاطبه من داخله بيخاطب ربه بيقول له كيف أصل إليك يا ربي؟ فخاطبني وقال أترك نفسك تجدني. فهمت بقى؟ دي اسمها المخاطبة. فهنا برضو من باب المخاطبة بيقول إيه؟ ما صلحت لنا، يعني الله بيخاطب عبده من داخله، ما صلحت لنا وفيك بقية لسوانا، طالما لك التفات لسوانا لا تصلح لنا، لا تصلح لنا إلا إذا لم تلتفت لغيرنا، فإن أردت سوانا ما صلحت لنا، أي لحضرتنا، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا حولت السوى أفنيناك عنك، إذا حولت السوى يعني حولت نظر قلبك وبصيرتك عما سوى الله من تعلقات أفناك عنك، لأنت أنت نفسك من السوى. يعني ممكن الإنسان لا يتعلق بسوى الله لكن يبقى ليه تعلق بنفسه، فما نفسك دي من السوى، فتقطع كل العلائق الخارجة عنك عن الله. فإذا قطعت كل العلائق عن الله وكنت فعلت ذلك لله أعانك، فقطعت علاقتك حتى بنفسك لأنك أنت من السوى. فهمت؟ خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، كلام سيدي إيه؟ إبراهيم السوسي، نفس المعنى. ف
فإذا حولت السوى أفنيناك عنك، السوى يعني عن كل شيء خارج عنك، أفنيناك عنك فصلحت لنا فأودعناك سرنا، اللي هو سر الوجود، أنه غير موجود معه شيء، هو الموجود، هو الله، هو الله. اللي هو لما وصل لها الحناج وتكلم بلسان الوجود فهمه غلط، واخد بالك فهمه غلط ليه؟ لأنه فهمه أنه بيتكلم وفيه بقية، هو لم يكن فيه بقية، ده كان بيتكلم على لسان الموجود. فهمت ازاي؟ يقول ما في الجبة إلا الله، يعني ما في الكون إلا الله. الجبة هي الكون، هما فهموا الجبة اللي لابسها، هو الجبة في نظري هو حجاب الكون، فلما نظر وفتش في حجاب الكون لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، فقال ما في الجبة إلا الله، يعني تحقق بقول فأينما تولوا فثم وجه الله. فلما قال الكلام ده من بحر الفناء فهموه خطأ وهم في بحر البقاء، فقالوا عليه الرجل كفر فقتلوه. فهمت بقى ازاي؟ فأودعناك سرنا. طب وليه هو قتل؟ قتل لأنه أفشى السر، واللي يفشى السر يتقتل على طول، حكمه كده، اللي يفشى السر تبقى خيانة عظمى، والخيانة العظمى عقوبتها ايه؟ الإعدام. فهمت ازاي؟ فتستباح دماءهم لو باحوا بالسر، لأنه حيصير فتنة على الخلق، لأنه صار هو في الظاهر أمام الناس مخلوق ويكلمهم بلسان الخالق فيشتبه على الناس فصار فتنة. فكيف يكون هو في ثوب المخلوق ويتكلم وهو إيه على لسان الخالق؟ ما يعرفش يعيش مع الناس والناس ما تعرفش تعيش معاه، فيصير فتنة. فلما أباح بالسر قتل. فهمت إزاي؟ فأودعناك سرنا، فطالما السر يبقى لا تبوح بالسر، لأن اللي يبوح بالسر هيقتل، ولك في الحلاج عبرة. فهمت إزاي؟ قتل بسيف الشريعة، قتل بسيف الشريعة. حتى لما عرضوا على الجنيد قال لهم يقتل، لأن خلاص هيبقى فتنة في الناس. يعني إمام الجنيد ما كان متحقق بنفس ما كان فيه الحلاج، لكن لم يبوح بالسر. فهمت إزاي؟ لما أباح يبقى ده مش هيصلح للعيشة مع الناس، فطالما لا يصلح للحياة مع الناس ويصير فتنة، يبقى إيه؟ يبقى تقضي على الفتنة. وعلشان كده أقر القضاء على قتله، وهم رايحين يقتلوه الحجاج الحلاج ده، وهم بيقتلوه جايين بيقيدوه، يوم يلاقي شوية غبار على لحية اللي جاي يقيده من الضفار ويبتسم، يعني كأنه غائب عن نفسه، يعني داخل على القتل وهو مبتسم، وبعدين يجوا يشدوا القيد عليه يشدوا معاه، هو نفسه بقى يشدوا معاه، يعني بيساعدهم على قتله، لأنه هو لا يرى في نفسه أنه موجود أصلا، يعني في حال غياب يسموه الفناء. فهم؟ إذا لم يبقى عليك حركة لنفسك كمل يقينك. لو لم يكن كل حركة تفعلها لله لم يكمل يقينك، لابد أن يكون كل حركة لك وكل سكون يكون لله، كل حركة وكل سكون لابد أن تكون لله. فإن فعلت ذلك وكانت نيتك صالحة في كل أحوالك وكل أنفاسك كمل يقينك، يعني صدقك مع الله. وإذا لم يبق لك وجود عندك كمل توحيدك، وإذا لم يبق لك وجود يبقى كمل توحيدك، لأن الله واحد مش موجود مع أحد. فطالما أنت حاسس بوجود نفسك يبقى في اثنين، في خالق ومخلوق، فين التوحيد هنا؟ التوحيد ألا يكون معه أحد. طيب عشان كده قال لك وإذا لم يبق لك وجود عندك، يعني لم تستشعر وجودك الذاتي المنفصل عن الله، إذا لم تستشعر بذلك يبقى كمل توحيد، لابد ألا تستشعر بأنك موجود معه، بل لابد أن تستولي عليك أنك موجود به حتى تكون واحد. وعلشان كده إيه؟ ما وحده إلا الواحد، ما وحده إلا الواحد، أي وحد نفسه على لسان خلقه، مش خلقه اللي وحدوه، ده اللي وحده هو نفسه على لسان خلقه. ما وحدك إلا الواحد، وإن وحدك الواحد صار جاحد. الله، إيه كلام الفوزير ده؟
يعني وإن وحدك الإنسان بنفسه صار جاحد للتوحيد لأنه اعتبر أن هناك موجود معه. فهمت؟ وإن وحدك الواحد صار جاحد، يعني إن وحدك الواحد من الخلق واستشعر وجود المخلوق منفصل عن خالقه صار جاحدا. ليه؟ لأنه أنكر التوحيد وجعلها إثنينية، جعل لنفسه فعل ولله فعل، جعل لنفسه وجود ولله وجود، يبقى أين التوحيد؟ فهم؟ نرجو أنك إحنا نكون بنفهمك مش بنلخبط. بتتلخبط ولا بتفهم؟ الحمد لله، هذا من فضل الله. على فكرة أنك تفهم هذا الكلام في حد ذاته وتتذوقه دي بداية الولاية. اعرف كويس، لأن في ناس لا تتذوق مثل هذا الكلام ولا تستطيع أن تستوعبه. درجة إيه؟ يسمع ويخاف وياخد حذاء ويجري. فهمت إزاي؟ ليه؟ لأنه لسه ما بلغش البحر اللي يقدر يفهم منه هذا المعاني. لأن هذا الكلام لا يقصد ألفاظه بل يقصد المعنى اللي من وراء اللفظ. فهمت بقى المسألة؟ لكن في ناس وقفت مع الألفاظ والمباني فلا تستطيع أن تخرج إلى الأذواق. أهل الباطن مع اليقين، أهل الباطن مع اليقين لأنه مع الحقائق، وأهل الظاهر مع الإيمان، فالظاهر مع الدليل والدليل ظاهر. مش كده برضو؟ الدليل ظاهر والدليل هو وسيلة الوصول للإيمان، مركبة الإيمان الدليل. وأهل الظاهر مع الإيمان، فمن تحرك قلبه، فمتى تحرك قلب صاحب اليقين نقص يقينه. يعني لو تحرك قلب صاحب اليقين، لأن اليقين، خد بالك، اليقين سكون على مراد الله ورضاه، فأول ما يتحرك ويرفض يبقى نقص يقين. فهمت بقى؟ لأن اليقين رضا والرضا سكون، فأول ما يتحرك يعني معناه مش هيبتدي راضي مستسلم، هيبتدي بقى يقاوم، فإذا قاوم بالحركة يبقى دليل أنه نقص يقينه بقدر ما تولد من حركة. فمتى تحرك قلب صاحب اليقين نقص يقينه، ومتى لم يخطر له خاطر كمل يقينه. خاطر يصرفه عما هو فيه من يقين. ومتى لم يخطر له خاطر أي نفساني ولا شيطاني كمل يقينه. ومتى تحرك قلب صاحب الإيمان بغير الأمر نقص إيمانه. المؤمن ماشي مع الدليل والدليل بيقول لك صلي، قوم زكي، اصدق في القول، لا تكذب، لا تخدع الناس. مش هو ده الإيمان بيقول لك كده؟ الدليل بيقول لك كده. ومتى تحرك قلب صاحب الإيمان بغير الأمر، يعني عمل خلاف الأمر الشرعي، ترك الصلاة، ترك الصدق في القول، ترك البحث عن الرزق الحلال، رضي بالحرام، إذا ينقص إيمانه بقدر إيه؟ نقصه في أدلة الإيمان. وعشان كده على الإيمان يزيد وينقص. ومتى تحرك قلب صاحب الإيمان بغير الأمر، الأمر ده قد يكون شرعي وقد يكون كوني، زي ما قلنا الأمر ده قد يكون شرعي يعني بأدلة الشرع فيها تكليف، وقد يكون كوني وفيه اختبار. فالأمر الكوني فيه اختبار والأمر الشرعي فيه تكليف. واضح؟ ومتى تحرك قلب صاحب الإيمان بغير الأمر، سواء كان كونيا قضاء وقدر يعني أو شرعيا أي بالتكليف بالأمر والنهي، نقص إيمان. ومتى تحرك بالأمر كمل إيمان، وكلما وافق الأمر وافق إيمان كمل إيمان. معصية أهل اليقين كفر، لأن اليقين هو التصديق الجازم. الغير مفتقر إيه؟ لدليل. فأول ما تشك في اليقين وقعت في الكفر مباشرة. وعلشان كده قالك إيه؟ معصية أهل اليقين كفر، كفر نعمة، كفر عمل. فإذا وصلت لليقين فعصيت الله تعتبر أن معصيتك دي كفر. فهمت إزاي؟ لأنك غطيت اليقين بالمعصية، والكفر هو التغطية. ومعصية أهل الإيمان نقص. وعشان كده قال لك حسنات الأبرار سيئات المقربين. المقربين أهل اليقين،
والأبرار أهل الإيمان. فأهل الإيمان قد يفعلوا طاعة لو فعلها المقرب يظن أنها معصية. فهمت بقى إزاي؟ لأن مراتب معصية أهل اليقين كفر، ومعصية أهل الإيمان نقص. المتقي مجتهد، يعني أهل التقوى دول بيجتهدوا. ليه؟ لأنه بيجاهد نفسه ويراقب ربه وبيحذر أن يقع في معصية الله، يبقى بيجتهد مجتهد. والمحب متكل على الله، لأن المحب محمول، حمله إيه؟ حبه. والحب والمحب متكل، متكل على محبوبه يحمله حيث أراد. فهمت بقى إزاي؟ فالاتكال هو الرضا بقضاء الله وقدره. ممكن في لحظة المحب سيدي ينزل لأنه طيران؟ كل إنسان ممكن يفقد ما هو فيه في لحظة، وعشان كده لابد أن الإنسان يبقى في كل لحظة لا يأمن مكر الله. في كل لحظة كده برضه؟ والمحب متكل والعارف ساكن. العارف بقى ايه؟ خلاص سايب نفسه زي الريشة يحملها كيف شاءت الأقدار، لأنه الله هو الذي يحركه. والعارف ساكن، ساكن يعني ساكن القلب لمولاه. والموجود مفقود، يعني اللي شاعر بوجوده فاقد شعوره بربه. والموجود مفقود، ولا سكون لمتقن، لأن المتقي لو سكن وقع في الإيه؟ لأنه ده مجتهد بيجتهد لسه، يعني مريد سالك. فلو سكن وقع إيه؟ في المعاصي، وترك الحركة التي تتطلبها التكاليف الشرعية. فاهم؟ يعني أما أشوف أنا الأمر والنهي، أما أشوف منكر أنا مطلوب إن أنا إيه؟ أنهى عن المنكر، أتحرك، أو على الأقل أعترض بقلبي، على الأقل المهم في حركة. فهمت ازاي؟ فبالتالي لو سكن المتقي، المتقي لا يسكن لانه يفقد تقواه. المتقي مجتهد، وعشان كده سيدنا ايه؟ عمر بن الخطاب لما عرف التقوى قال ايه؟ بيساله سيدنا عمر ما التقوى؟ فقال له هل سرت في طريق كله شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت وحذرت. قال هي التقوى، يعني كمال الانتباه، كمال الانتباه، تبقى منتبه على طول. فسكون المتقي لو سكن أشواك المعاصي والغفلات هتدخل جسم حتى تكسر عليه فتميته، تميت قلبه. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي لا سكون للمتقي ولا عزم لمحب، لأن المحب أصبح بيحب مراد الله، فمالوش إرادة أخرى غير إرادة الله، فمالوش عزم. فالعزم هو إيه؟ النية والإرادة والاختيار. فالمحب خلاص ترك اختياره لمولاه، فما باش عنده حاجة. فهمت إزاي؟ ولا حركة لعارف. العارف بقى بمواقع الأقدار ومواقع الشرع سكن قلبه لذلك للمعروف الأكبر وهو الله، فلا حركة لقلبه لسوى مولاه، فسكن تحت قدر الله فاستسلم وانقاد، اللي نسميه احنا مقام ايه؟ التفويض. يبقى عندنا التفويض اعلى من التوكل. التوكل ده مقام المحبين، والتفويض مقام العارفين. والمجاهدة مقام المتقين. فهمت بقى؟ كل واحد له مقام، وما منا الا له مقام معلوم. فلا سكون لمتق ولا عزم لمحب ولا حركة لعارف ولا وجود لمفقود. يعني إن فقدت نفسك وفقدت وجودك صرت به. فهمت إزاي؟ ولا وجود لمفقود، ولم تجد الله إلا إذا فقدت نفسك. فهمت بقى؟ ولو لم تفقد نفسك ما وجدت الله، يبقى لا وجود بحق لمفقود عن الوصول إلى الله. واضح؟ ما تحصل المحبة إلا بعد اليقين. لازم تمشي بالترتيب كده، اليقين الأول
واليقين يدعوك إلى فعل ما أمرك الله به، والاجتهاد فيما أحبه الله بفعل الطاعات وفعل المستحبات والنوافل. ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ينتقل بعد ذلك لمقام المحبة بعد مقام اليقين. والله تعالى أعلى وأعلم.